ميخائيل أنطونيو، كرة هدف في هذه اللحظات، ما زالت هناك خطورة، مستحيل هذا الهدف. الله على كراته، على لعباته، على مهاراته، على فنياته، هدف مذهل من لاعب مذهل. فيرناندو بيلوتشي، كرة بيخلصها المنافس، نصف ساعة تفصلنا على صفرة نهاية المباراة. حلوة البينية العالية، شجاعة كبيرة من حارس المرمى، يخرج من المرمى بيخلص هذه الكرة. فيرناندو بيلوتشي، عند الفرصة، كرة بينية عالية، كريستيان بوليسيتش، تغيير في مصلحة برشلونة. فيرناندو بيلوتشي، مدرب الفريق المستضيف يبحث عن حلول جديدة من دكة البدلاء. الحكم يشير إلى ركلة حرة. يرسل كرة في الشباك، أوهو، ركلة جزاء تحتسب، فرصة جديدة لتقليص الفجوة بين الفريقين والعودة لأجواء المباراة بشكل عملي. كرة هدف الآن، أوهو، كانت قريبة هذه الكرة. رمي التماس، بيخسر الكرة. دقيقة الأخيرة من عمر المباراة، تمريرة عالية في فرصة محققة للتسجيل، خطورة مستمرة، كرة في المرمى. يا سلام يا سلام، بدأ الكلام، يا الله على هذا الهدف. نظرة أخرى نشاهد من خلال